مع سماحة الشيخ أزهر فاستقبلوه بثلاث صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامكم بذكرى ولادة الإمام الحج المنتظر، الإنسان المصلح العالمي الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. الإيمان بظهور الإمام المهدي سلام الله عليه من الأمور التي تسالم عليها المسلمون كافة، إلا من شذ وندر تعصبا أو نصبا لأهل البيت سلام الله عليهم، فهؤلاء من الشذاذ الذين لا يحسب لهم قول. فالمسلمون كافة في كتبهم رووا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإمام المهدي، والروايات المتواترة عند الخاصة والعامة والتي لا تقبل الشك، فأصبحت من الأمور المتسالمة عند المسلمين. هذه الروايات الكثيرة والمستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طائفة منها روايات عامة وطائفة منها روايات خاصة. فمن الروايات العامة التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والتي تقول، والتي يتنبأ فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، الحديث المتواتر عند المسلمين والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. لذلك هذا الحديث، نجد أن هذا الحديث من أخطر الأحاديث عند النواصب وعند المتطرفين، لأنه فيه مضامين عديدة وخطيرة. ومن هذه المضامين العديدة والخطيرة أنه لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض. وهذا المقطع يشير إلى الإمام المهدي سلام الله عليه، من أن في كل زمان هناك إمام وفي كل زمان هناك قرآن. قرآن يمثل الخط للمسلمين، وقيادة تمثل الحفظ لهذا الكتاب عند المسلمين، إنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض. لذلك تجد البعض قال: لا، وسنتي، لأنه وعترتي، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، يعني من العترة، يعني هناك شخص، هذا الشخص من دوره ترجمان للقرآن، وهو الحافظ للقرآن، وهو الحافظ لمسيرة القرآن في المجتمع الإسلامي إلى يوم القيامة. لذلك هذا الحديث من أخطر الأحاديث عند هؤلاء الشرذمة من المسلمين. هذا من الروايات العامة. وأيضا عندنا من الروايات التي نجدها في جميع كتب المسلمين وفي الصحاح: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا أيضا من الأحاديث الخطرة، والتي تشير أنه في كل زمان لابد أن يوجد إمام إلى يوم القيامة. وقد وردت أيضا الروايات الخاصة التي تشير إلى الإمام المهدي بالخصوص، إلى اسمه وإلى نسبه وإلى اسمه الذي يشابه اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كهذه الرواية التي تقول: يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، يعني يساوي يشابه اسمه اسمي محمد. صلوا على محمد وآل محمد. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
وأيضا في رواية يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج المهدي في أمتي يبعثه الله غياثا للناس، ليس نقمة للناس كما يصور البعض أنه الإمام المهدي يأتي ويسيح يملأ الأرض دم. ليش إحنا عايزنا دماء الآن وقتل وقطع رؤوس حتى يجي؟ لا، مو هذا دور الإمام المهدي. قال: يخرج المهدي في أمتي يبعثه الله غياث للناس، تنعم الأمة وتعيش الماشية وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا. هذا هو ظهور الإمام المهدي، يعني خير وبركة على الأمة الإسلامية، الأمة ما ناقصها دماء وقتل وقطع رؤوس. الإمام يجي يخرج يحارب هؤلاء الذين يقطعون الرؤوس. لذلك بعض الناس يجي يتصور الإمام، يصور الإمام المهدي أنه دم وسيف وقتل وكذا، لا. قال: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لبعث الله رجلا اسمه اسمي وخلقه خلقي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وعندنا أيضا طائفة من الروايات تتكلم عن علامات الظهور الخاصة والعامة، إنه العلامات التي تعرفونها والتي ظهرت أكثرها، إنه هذه من الممهدات للإمام. روايات كثيرة عن الإمام حتى في كتب أهل السنة موجودة هذه العلامات ويؤمنون بها، إنه هذه تسبق ظهور الإمام الحجة سلام الله عليه. روايات كثيرة لا يسعنا المقام في ذكرها. تنبأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. لذلك يطرح سؤال: هل ينسجم ظهور الإمام المهدي مع العقل ومع الدليل العقلي؟ هل ينسجم أم لا ينسجم؟ يقول لك أنت اعطيني دليل عقلي أنه الإمام، ظهور الإمام من الغيب، ظهور من الغيب، اعطيني دليل عقلي. أكو بعض الناس يقول لك أنا إذا ما ينسجم مع الدليل العقلي ما أؤمن به. نحن نقول نعم ينسجم مع الدليل العقلي. وهذا السؤال كالذي يسأل: هل هناك وجود دليل عقلي على الجنة؟ دليل عقلي على النار؟ هل هناك دليل عقلي على الملائكة؟ هل هناك دليل عقلي على الشياطين؟ هل هناك دليل عقلي على البعث والنشور وهذه الأمور الغيبية؟ نفس هذا ممكن ينطرح هذا السؤال. نعم هناك دليل عقلي. الدليل العقلي هو أننا هذه الأخبار جاء بها شخص كان يعيش في الجزيرة العربية، كان يعرف بالصادق الأمين، كان يعرف بكمال العقل، ما عنده اختلال عقلي قد يكون مثلا عنده هوس فكري أو كذا، لا. جميع تلك المنطقة الناس الذين يحبونه والذين حاربوه يعترفون بأن هذا الشخص الذي هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإنسان الذي عرف بالصدق والذي لم يتهموه بالسحر، ما كان يعمل السحر والشعوذة، لا، كان صادقا أمينا، كان يحبه الناس، كانت الناس تثق به، تضع أماناته عنده، أماناتها عنده. هذا الإنسان هو الذي أخبرنا بأنه سيظهر الإمام المهدي. يعني أنت الآن إذا ثق عقلا، إذا ثق بإنسان صادق كذا، أي كلام يقول لك تصدق به، لأنه سيرته، تبع سيرته، إذا كان يكذب بالقول أو بالفعل ما تصدقه وما تأخذ به. حتى بالغير الإسلاميين، حتى بغير الإسلاميين يمشون بهذا الدليل، إنه إذا إنسان سيرته جيدة، إنسان كذا، نسير وراه حتى لو يتنبأ إنه. الآن أهل الفضاء مثلا يتنبؤون بمئة سنة فتشي راح يحدث، يصدقون الجماعة، في حين ما موجود هذا الآن، ما موجود، ما ملموس. نحن لمسنا وأخذنا بالحس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما آمنا بالإسراء والمعراج التي هي من الأمور الغيبية وما شاهدناها بالحس، والبراق وغيره الأمور الغيبية، لذلك هي من الأمور المسلمات، من المسلمات عند المسلمين، كما أنه هناك مسلمات عند الديانات الأخرى، عند المسيحيين يؤمنون بأشياء لم يروها حدثت في زمن عيسى سلام الله عليه، وتريد تناقشهم يقول لك هاي صارت، التاريخ يذكرها موجودة، إنه مو خيال. لذلك بعض الناس يدعون أنه الآن من المفكرين وكذا، يطلع على التلفزيون يشكك بالرسول، يشكك بالرسالة، يشكك بالوحي، يشكك بالكذا، ويقولون مفكر. يعني مع الأسف كلمة مفكر مو على إنسان مولانا تنطلق، مو على الإنسان اللي يدمر، كلمة على الإنسان اللي يبني. أنت من تشككني برسول الله، أنت شنو نظريتك؟ اطرح نظريتك، أنت مو مجرد تدمر الأساس، أساس مبني على أساس عقلي، وعلماء تكلمت، وتاريخ يذكر
أن هذا الرجل عرف بالصدق والأمانة وما ممكن يكذب، وما أكو شيء يدعو للنبي بالكذب، ما عنده. النبي عرضت عليه الدنيا كلها لكن رفضت، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر. اطوا بناتهم، اطوا أموالهم، قالوا له تعال تسيد علينا، كلها رفضها من أجل أن يبلغ الوحي. لذلك ينسجم مع الحس وينسجم مع الدليل العقلي ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. دور الإمام أيها الأحبة هو القضاء على الظلم ونشر العدل في المجتمع، هذا هو دور الإمام المهدي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فالإمام المهدي يحارب الظالمين، أي إنسان ظالم يحاربه، أي إنسان عادل في حياته في يومه مع أحبته مع زوجته مع عياله مع أصدقائه يعيش العدالة في المجتمع، هذا يجهز نفسه للظهور، هذا ينتظر. لذلك دور الإمام هو نشر العدل في المجتمع، هذا هو دور الإمام سلام الله عليه. أما دورنا أيها الأحبة فنحن نهيئ أنفسنا لظهور الإمام، ولا نكتفي بالدعاء فقط، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، هذا الدعاء الذي فيه الأجر وكذا، لكن حتى لا يقال كما قال الكثير من أهل الكوفة عندما دعوا الإمام الحسين تعال أحضر أحضر، وعندما خرج الإمام الحسين وظهر ماذا فعلوا؟ لا، المسألة مو مسألة دعاء فقط، إنه كون أستعد، وعندما أقرأ هذا الدعاء أستعد لظهور الإمام المهدي. كيف أستعد؟ انه ما معروف انا بالمجتمع انسان ظالم، وان كنت شيعي يعني الشيعي معصوم، احنا عندنا فقط معصومين الائمه سلام الله عليهم والرسول، احنا مو معصومين، احنا نكون ظالمين ونكون فينا الظالم وفينا العادل، واثنيننا ندعو بخروج الامام المهدي سلام الله عليه، الظالم يدعو، الشيعي الظالم والشيعي العادل يدعو بظهور الامام سلام الله عليه. لكن المشكله مو هنا، المشكله انت متعلق بالامام وتحب الامام، المشكلة هي أنه الإمام عند ظهوره راح يختارك لو ما يختارك، راح يخليك تصير من جيشه لو ما يخليك. إذا كنت إنسان ظالم في المجتمع، إذا كنت إنسان فاسق والعياذ بالله في المجتمع، وأنت تدعو الإمام، نعم ادعو، لا ليش؟ الإمام سلام الله عليه يبحث عن بيض القلوب، بيض القلوب، لا تأتوني بأنسابكم ولا كذا، أتوني بأعمالكم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك عملك بالمجتمع هو هذا العمل، أنت جاي تجهز نفسك لظهور الإمام سلام الله عليه. فالاستعداد العقلي والقلبي والنفسي لظهور الإمام سلام الله عليه والفعلي لنصرة الإمام، وأول هذا الاستعداد أن نتوحد في كلمتنا، نبحث عن الوحدة، خصوصا إحنا الشيعة الآن، الآن تشوف مسألة التفسيق ومسألة التسقيط ومسألة الكذا السياسية، أصبحت حتى عقيدتنا طغت عليها، طغى عليها السياسيين، صرنا بيناتنا كل من أنا بالجنة وأنت بالنار، أنا مرجعي صحيح وأنت مرجعك خطأ، أنا مرجعي كذا وأنت مرجعك، هذا ما يسعد الإمام سلام الله عليه. اللي يسعد الإمام ويفرح الإمام الآن الوحدة اللي جاي نعيشها، العرس اللي جاي يعيشها العراقيين، هذا العرس راح يمتد، رب ضارة نافعة، رب ضارة النافع، احنا نبحث عن هذا العرس من زمان، من يوم انهم انفجروا الامام العسكري سلام الله عليه، من ذاك اليوم المفروض نتوحد وتتوحد كلمتنا، لكن الحمد لله ان تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي. لذلك علينا ان نستعد، خصوصا نوحد قلوبنا، لانه كل احنا شيعة علي بن ابي طالب، انت ما يحقك تقول لي انت مو شيعي وانا شيعي، ما يحق لك، وان اختلفت معك بالآلية وبالكذا لا، نبقى احنا شيعة علي بن ابي طالب سلام الله عليه. لذلك من أبرز ومن أول علامات الاستعداد لظهور الإمام المهدي أنه نوحد كلمتنا، نوحد كلمتنا. فالإمام المهدي سلام الله عليه يريد يخرج في مجتمع متوحد، هذا المجتمع اللي راح يكون دائرة حول الإمام، وهو القطب حوله، وهو القطب في داخله، أن يكون موحد، أن يكون كلمته وحدة، وأيضا أن أعيش العدل وأثقف نفسي وعائلتي على العدل، لأن الإمام المهدي سلام الله عليه سيختار العادلين في المجتمع، ما يختار الظالمين وإن كانوا أقرب الناس إلي. تارة يتخاصمون اثنين، لكن أحد ذول الاثنين صاحبي وصديقي وهو الظالم، أوقف وياه أسكت، على الأقل أسكت، ما أقول كلمة الحق، لأنه هذا أقاربي ويرجع لي وصديقي، لا مولان، هذا الباطل، أنت تساند الباطل من حيث لا تعلم، قد يكون الباطل أخيك، قد يكون زوجتك، قد يكون واحد من أقربائك وانت تسانده،
أو عشيرتك هي اعتدت على عشيرة ثانية أنت تساندهم وتعرف أنه ظالمين بالحكمة أو بالكلمة المقولة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. لا، الفلسفة الإسلامية ما تقول أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. ظالم على أساس أنصره؟ على أساس أنصر الظالم؟ وأيضا أن لا أشغل وقتي بعلامات الظهور، ما عندي، أنسى الاستعداد للظهور، بس إيش قالت العلامات، هاي العلامة، وأبحث بالكتب بس للعلامات. إحنا نعرف أن العلامات أكثرها ونحن في آخر الزمان نعيش، لكن هناك أهم من إحصاء علامات الظهور مولانا. شنو؟ علمني شلون أستعد لظهور الإمام المهدي. أنت من تصرف الساعات بالتلفزيون أمام العالم بعلامات الظهور، مولانا أدمناها وإحنا صغار، عرفناها علامات الظهور، وصحيح مهمة وكذا، لكن الأهم أنه علمني شلون أستعد لظهور الإمام سلام الله عليه. علمني شلون عندما يخرج كذاب ويقول أنا أو أنا وزير الإمام المهدي، وتطلع الأفواج الناس وراء، ليش؟ ليش تطلع وراء مولانا؟ لأنه ما عندهم ثقافة بظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. لذلك تشوف كل مرة تطلع لك فرقة بالعراق، كل مرة تطلع لك فرقة باكستان، بالهند، بالكذا، وتشوف الآلاف من الشيعة يركضون وراهم، هم دجالين كذابين سحارة. ليش ذولا ركضوا وراهم؟ لأنه ما عندهم ثقافة بظهور الإمام سلام الله عليه. هم يعرفون فقط العلامات، هذا يجي يحط له علامة الكذاب، يقول لهم هاكم أنتم، مو مكتوبة بالعلامات كذا. لا، بل هناك أخطر، هناك علامات أصلا مدسوسة ما موجودة، ما موجودة أصلا، أنه ينتصر السفياني، وأنه الإمام سلام الله عليه يهرب ويرجع للسعودية، وأنه علامات كذا، وجماعة الإمام المهدي ينهزمون وكذا. روايات مثبطة للعزيمة، روايات مكذوبة تثبط من عزيمة الشيعة. لا، شنو الإمام المهدي يخرج ما يتغلب على السفياني أو على كذا ويهرب ويروح يدور على أنصار وكذا، وروايات موجودة حتى في كتبنا. لذلك علينا أيها الأحبة أن نتثقف بمسألة الظهور هذا أيضا. وأيضا تكليفنا هو الرجوع لعلمائنا، لأن الإمام المهدي سلام الله عليه يقول وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا تكليفنا، من تكاليفنا أنه نرجع للعلماء، هم اللي يحددون مصيرنا في زمن الغيبة، مو أنه أي يجي شعيط ومعيط يجي ونركض وراه وكذا. لا، مراجعنا رواة أحاديثنا، يعني العلماء، مو فقط اللي يروي حديث، راوي الحديث في ذلك الزمان يعني العالم يقود الأمة، يعني الآن المراجع هم الذين يحددون تكليفنا، هم اللي يحددون مصيرنا، هم اللي يحددون ويا من نخرج ويا من نتوقف. هذا هو أيضا من التهيئة للإمام سلام الله عليه. لذلك بالعودة إلى الآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، بشارات النصر أيها الأحبة قريبة إن شاء الله، تباشير انتصار المستضعفين في الأرض على الظالمين، انتصار الذين يعملون بالعدل موجودة ابتداء بالأمس عند انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وعند في لبنان عندما حرروا أرضهم، واليوم ترونها الانتصارات في سوريا، والانتصارات أيضا في لبنان 2006، والانتصار في مصر عند هزيمة الحزب السلفي الإخواني الذي جعل من أولوياته القضاء على الشيعة في مصر، انهزموا وراحوا، حتى العالم أصبح مذهول كيف يحكمون أشهر شهرين ثلاثة وينتهي حكمهم. والأيضا يستمر الانتصار في العراق اليوم، والفرحة العارمة التي تسود البلاد اليوم، الجماهير التي تتطوع تلبية للجهاد والقضاء، للقضاء على الإرهابيين. لذلك العرس العراقي الكبير الذي يشهده العالم اليوم هذا من أبرز علامات أنه هذه الآية ستتحقق. لذلك علينا أن نتهيأ أيها الأحبة، خصوصا نحن في الغربة، أن نترك خلافاتنا، أن نجمد خلافاتنا، أن نحب بعضنا الآخر، أن نتصل فيما بيناتنا، الحسينيات، المؤسسات، إذا صار أمر أكبر من هذا الشيء شنو دورنا؟ الآن إحنا جهزنا، نحاول نجهز مظاهرة لدعم الجيش العراقي مثلا أو لضد التكفيرين، الآن الأخوة في الدول المهجر جاي يحضرون مظاهرات تطلع، خلي تصير فكرة كأنما نذهب إلى تورنتو، نتصل مع تورنتو، مع أي مدينة، نظهر تظاهرات ضد التكفيريين
ودعما للجيش بتورنتو باكر. نعمة من الله باكر إن شاء الله نذهب ندعم هاي التحرك، خلينا ننقل صوتنا إلى العالم على الأقل، لأنه إحنا مكتفين الآن في الغرب. يا ليتنا كنا مع هؤلاء، مع أولئك الذين هم في العراق. اللهم نسألك دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة بحق محمد وعترته الطاهرة. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه بحق محمد وآل محمد. سعد الله أيامكم وجعل أيامكم كلها سرور وأفراح ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. كذابون محتالون مارقون، كبيرهم شيشاني وصغيرهم شنو؟ بعثي. يأكلون أجسادنا ونحن نحلل ونفسر، يعتدون علينا ونحن نتأمل. المرجعية صعقت المملكة الوهابية فلم يكونوا يتوقعون، كانوا يحسبون أن المرجعية ستصمت كما صمتت في الماضي لعلة الصبر على المكاره، فسقطوا في حسابات كاذبة وخاطئة. طبعا هذا من أحد الصحف الأمريكية تقول أنه المرجعية ما كان يتوقعوها المملكة الوهابية أنه تطلق فتوى بالجهاد، فارتبكوا الجماعة وأعادوا حساباتهم الآن بعد ما طبعا الجماعة بإيران والولايات المتحدة أصبحوا إن شاء الله على اتفاق مع الحكومة العراقية. مع كلمة الشعر والابتهاج والمرح لإمامنا عجل الله تعالى فرجه مع الرادود عمار الكربلائي، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الحفل البهيج ورحمة الله وبركاته. أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. أكو مفتي سعودي اليوم سمعت أو قرأت الخبر على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أكو مفتي سعودي اسمه ناصر العمر، حقيقة منقول الخبر من جريدة كيهان العربي فتشيشي اي بلي جريدة ايرانية، يقول يحق بالله ارجوك ركز وياي وتأمل شوف احنا منو جاي نحارب، يقول يحق للمجاهدين في دولة العراق والشام الاسلامية اظهار عوراتهم لو اقتضى الامر بالتلاقي مع القوات والجيش العراقي، سنة منو؟ عمر بن العاص، لأن الشيعة كذا إذا شافوا. أنا قلت لا والله الشيعة حتى لو ضروا عوراتهم يعني عمر لا إله إلا الله. صلوا على محمد وآل محمد. عفا صبرك عفا صبرك يا ابو صبر الغميج الما وصل حده ومثل صبرك صبر نحن على الشدات. جدا آسف جدا. طبعا الشيخ أزهر طبعا يريد يروح عنده شغلة واثنين سيارتين سادات البارك البنص، فآسف جدا طبعا للمقاطعة، بس الشيخ أزهر واقف خطية ومنتظر يروح عنده شغلة والسيارتين سيارات بالنص، فمن المبرك بالنص؟ سيارة سودة يقول واحدة من عتين سيارتين من
يا معودين هسه احنا قطعنا البرنامج، سيارتين صايرات بالنص، سيارتين صايرات بالنص، ويسمعوني يشوفوني ما اعرف، لا يسمعون ولا يشوفون. الحمد لله الحمد لله. عفوا عفوا يا اخي. بسيط بسيط. صل على محمد وآل محمد. ماكو مشكلة، ما لا يكون على بالك، لا يكون على بالك أرجوك. إن شاء الله راح أغير المقام طبعا. عفا صبرك يا أبو، صبري الغميج الماء وصل حده، ومثل صبرك صبرنا احنا على الشدات، شده مشلب بشده، جزار بينا الفرح وشهلت بي الروح، ما مش للفرح مدة ولا يا شفيتي ميلوح، يمسح دمع البخدة علينا الناس، علينا الناس عالت، علينا الناس عالت، وانت جاي تشوف يمت العايل ترد كحل عيوننا، ويا فرحة المهموم كم جرح اليتان جفوفك تشد، يا في الكسر عالدنيا اش وقت مولاي فيك نقعد بسدة، تثلم خنجر السياف من رقابنا مولاي، ورد برقابنا يا ابن الحسن حده، نطلبك دين يا الغايب، نطلبك دين يا الغايب، دقوم لدينك ورده، نطلبك ضليع طق بالباب، نطلبك طبرة المحراب، نطلبك قمر طاح على الشريعة غاب، نطلبك رقبة العطشان، ونطلبك ثلث كبدة، ثلث كبدة، دقوم لدينك ورد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا صاحب الزمان مهدي مهدي مهدي، أنا مذ كنت طفلا كنت مهدي لآل البيت في أحضان، مهدي حسيني أنا حسيني أنا،
بيت مهدي فذا شبل الليوث الهاشمية. صلاة وحلها وحلها يا مهد درك مصايبنا وحلها هلك والله هلك من بالسما نازل وحلها تعال الراية تجدادك والله تعال الراية تجدادك وحلها ترى عقدة بيوم بيوم الغاضرية. أنا الصحيب الذي يوف بقفة صاحبه صاحبه والله أنا الصحيب الذي يوف بقفة صاحبه ومن شوقي ومن شوقي جسمي نحل ما ظل كتور صاحبي إش ما طال إش ما طال للهجر جفني يظل صاحبي طول غيابك علينا سيدي ما لك وما يا أمل منك أبد لا لا تظن ما لك ما لك بهالكون كل شيء له صاحب ولي مالك يا حجة الله جنابك للعصر صاحب صلوات. ساعدني بجوابك إن شاء الله. أي خلنا نشوف حكى عنكم ترى لا تخيبوه. صلوات نهدي لصاحب الأمر وين ما كان من هذا المقدس إلى جنابه بأعلى أعلى أصواتكم. مشتاقين 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 لشوفتك مشتاقين 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 لشوفتك مشتاقين 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 نلشوفتك مشتاقين الله مشتاقين وينك مشتاقين مشتاقين لشوفتك مشتاقين سمعني مشتاقين الحج حاط يد على حلقه قين لشوفتك مشتاقين تدري البعد نار وبأحبابك الصار ما جدتك أخبار وعن الحبايب عن الله تدري البعد نار وبأحبابك الصار ما جدتك أخبار عن الحبايب
تشتاقك الناس يا رفعت الراس، يلكلك احساس وينك يا غايب، وينك يا غايب، وتعبنا الفراق ويا الغالي نشتاق، وبالشيعة الاشواق صارت سحايب صارت. ايه والهانين 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 رايتك والهانين احكي والهانين الله والهانين رايتك والمشتاقين مشتاقين مش ايه جينا شوفتك مشتاقين 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 اي عنك بحثنا ويا ما سألنا بس ما عرفنا وين انت ساكن وين الله وتعالي اكتشفنا وليك انت شفنا واضح وصفنا بكل الاماكن كل الله عايش معانا وتدري بهوانا حبك دعانا بشخصك ولكن متحيرين 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 بطلعتك متحيرين مشتاقين 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 شوفتك مش والله ما مشتاق احكي مشتاقين ما ادري ليش خجلان مشتاقين شوفتك ايش كل شيء حلمه تسجل له اسمه بجيشك تضمه ضد النواصب ضد اي كل شيء حلمه تسجل له اسمه بجيشك تضمه ضد النواصب يا الله جندك يا مهدي والغالي نفدي بس يمت نبدي اشر يا صاحب اشر الله خاتم بصبعك كلنا نتبعك احكي ونسمعك بأمر الله غالب أمر الله الله وخاتم بصبعك وكلنا نتبعك احكي ونسمعك بأمر الله غالب بأمر او منتصرين 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 بحملتك منتصرين مشتاقين مشتاقين الله الله مشتاقين شوفتك مشتاقين بعد مره مشتاقين مشتاق ليش صافن احكي مشتاقين شوف الله كل لحظة الأرواح يا المهدي ترتاح باسمك يا مصباح وهذه الصراحة هذه وذكرك غمرنا ولمن يمرنا نحس بقدرنا وتمرنا راحة وتمرنا الله شيعة تناطير يلفينا باكر والمهدي حاضر وناشر وشاحة ناشر الله متحضرين 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 نصرتك متحضرين مشتاقين مشتاقين داك مشتاق مشتاقين 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 الله نحسب علامات وهاي الحسابات بالشيعة جمرات وينك تعبنا وينك الله نحسب علامات وهاي الحسابات بالشيعة جمرات وينك تعبنا وينك
الله وجهك نتاني نشاهد معاني نور الله يبي وينك تعبنا وينك الله ورب السماوات بعيونك آيات لا مو روايات واقع كتبنا واقع الله متأكدين 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 وداعتك متأكدين الله مشتاقين الله خلص صبرنا لجيتك نطرنا يطلع فجرنا يمتى نشوفك احجي يمتى الله تأملنا بعدك من يبدي وعدك لا ما نعوفك ملينا بعدك ملينا بعدك نحن بحنانك نعيش بأمانك نسمع بيانك ونلزم شفوفك نلزم الله ومنتظرين منتظرين منتظرين لطلتك منتظر مشتاقين مشتاقين وين منك يا حسين بكل زمان نختم باب السجاد إن شاء الله وين منك يا حسين بكل زمان يا أبو عبد الله وانت لو ما انت ما صح لك مثيل وين منك يا حسين بكل زمان وانت لو ما انت ما صح لك مثل وانت لو وانت لو ما انت جا صار الاذان وانت لو ما انت جا صار الاذان لا خبر جاء ولا وحي نزل صلوات اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وتمتعه فيها طويلا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله طيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي نور قلوبنا بالحق وأبعدنا وإياكم طريق الضلال والفتن فما زال فينا العلماء والفقهاء يرشدوننا إلى طريق الخير فنحن بخير فإنهم سفن النجاة ومنار الهداية سماحة الشيخ الأنصاري مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين
اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآله، واحشرنا في زمرتهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه، عجل فرجه، سهل مخرجه، أوسع منهجه، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا كريم. سلام على آل ياسين. جيبها قدام هاي، جيبها قدام هاي حتى يمشي الحال. هيك اشيلها، هذه شيلها خليها ورا، ودي تشيلها قدام. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنت. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل إذا يقشى والنهار إذا تجل. السلام عليك أيها الإمام المأمون يا صاحب الزمان، يا أبا الغيث أغثنا، يا صاحب الزمان أدركنا. زيارة أمين الله من المستحبات، وهي في شأن أمير المؤمنين، وزيارة آل ياسين لتنوير القلوب.
التي تلونا منها شيئا في صفاته. حينما الإنسان يعيش عيشته العادية، يصبح ويمسي، ينام ويقوم، يصلي ويصوم، يركع ويسجد، فزيارة آل ياسين تعطي بعض الأمور وبعض الإلفاتات التي يعيشها الإنسان لكنما يتذكر بها صاحب العصر والزمان عليه السلام. لا يدري الإنسان من أين يبدأ في شأنه. كثير كما سمعتم سواء بالأشعار، بالإخوة الرواديد، من سماحة الشيخ، الظهور أو عالم الظهور أو عالم الغيب أو عالم الانتظار عالم أخفي وخبئ عن أصحابه وذويه، وإلا الإنسان إذا يتداول الحديث بعالم الانتظار يرى طرفا من هذا العالم هو بنفسه.